أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق الزمالك حقق فوز كبير على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم باستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات البطولة العربية للأندية كأس الملك سلمان، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في البطولة ويتصدر المجموعة اللي بتضم الشباب السعودي والنصر السعودي اللي اكتفوا بالتعادل السلبي في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح. فريق الرجاء المغربي حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات المجموعة الرابعة في البطولة العربية. وفي نفس المجموعة فاز الوحدة الإماراتي 2-1 على الكويت الكويتي. إمام عاشور المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي واصل برنامجه التأهيلي المخصص من قبل الجهاز الطبي في القلعة الحمراء للشفاء من الإصابة قبل الانضمام للمران الجماعي، وظهر اللاعب بصحبة زميله في الفريق محمد مجدي أفشا. المنتخب الوطني لناشئات السكواش تأهل للمباراة النهائية ببطولة العالم للفرق اللي بتستضيفها ملبورن الأسترالية بعد الفوز في نصف النهائي على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0. كمان اتعادل فريق أنتراخت فرانكفورت الألماني المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش مع فريق فيتاسا الهولندي بنتيجة 1-1 في المباراة الودية اللي أقيمت امبارح ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، وشارك عمر مرموش في بداية الشوط الثاني من المباراة. نادي جلاتا سراي التركي أعلن تعاقده رسمياً مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وقع اللاعب عقد 3 سنين مع فريقه الجديد. خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير مع فسنت ومصطفى. عودة ليكم مرة تانية فسنت ومصطفى. بنشكرك يا هالة، كل الشكر ليكي.